السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. خوتي جيت معكم اليوم نكمل لكم الوصفة ديالت اللي قلت لكم. مشينا للغابة تبارك الله فواحد الجبل وكنقلعوا أركان النواحي ديال تارودات. مشينا كنقلعوا أركان، ها هو. راجعوا معايا الفيديو الاخر، هو ثم خوتي هاي هادي شتيها هاي. دابا المشاهدين ديالي، المشاهدات التوعي، تابعوا معايا اليوم ان شاء الله غادي ندير معاكم كريم ديال هاد الاركان الخضر. وشوفوا اخوتي خواتاتي، ها انتما الشجيرات اللي قطعنا قدامكم. تابعوا الفيديو شوفوا اخوتي الشجيرات اللي قطعنا. ها هو الاركان اللي قطعنا مشاهدين ديالي، المشاهدات التوعي، داخل الوطن وخارج الوطن. خوتي انا كنجيب معاكم الحاجه اللي هي طبيعيه ومعروفه بالمنتوج ديالها. يا سلام، انا جبت معكم اركان، الشجره ديال اركان راه يا سلام في التجميل، في الماكله، في كل شيء. هي اللي كتنتج عندنا حنا في المغرب. هانتوما خوتي خواتاتي، تابعوا معايا اليوم غندير لكم غوماج 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 بهذا الخضر. وشوفوا تبارك الله الصجيرات، انا حيت لكم في محاري، جبت لكم شجيره اركان باش تشوفوها. عندي حبتي الكاميرا هنايا باش يشوفوها المشاهدين وقت الزهره اللي شافنا الكاميرا سميتو ديالنا. اه تابعوا معايا دابا شوفوا شنو غندير لكم. هانتوما خوتي، هانتوما شاهدوا معايا، انا كندير دابا هادي هي كنطحنها كنحوكها بهاد الحكاكه هادي هي. هذا اركان يا خوتي، يا سلام، انا راه نجيب لكم اركان من الشجيره القريعه للجسم ديالكم. ها انتم اخوتي، انا اخوتي راه صوبتو جبتو درت منو كثره، والله العظيم الا صوبتو كنبيع منو كثره. ما تلقاوش اخوتي خواتاتي هاد الوصفه، والله الا لقيتوها، الا لقيتوها فشي يوتيوب ولا لقيتوها فشي حاجه، انا معكم. الا لقيتوها الطريقه هادي انا معكم. هاد الطريقه هادي راه كندير بها حتى الزيت، وتابعوا معايا عندي لكم الزيت بهادي. كتعرفوا بهادي، هادي راه الرقم، هادي راه الرقم واحد. هادي هاد الخضيره هكا راه الرقم واحد. هانتوما شوفوا، هانتوما هاد الخضيره هادي راه الرقم واحد. وشوفوا الشجيرات اللي جبت لكم اللي قلعت قدامكم، دخلوا للفيديو. ها هي شتيها، والله لا لقيتوا هاد القوماج، بالله في شي بلاصه لا لقيتوا هاد القوماج بأركان الخضر. ها انتم اخوتي، ها انتم شاهدوا معايا. هانتوما خوتي شاهدوا معايا شنو غندير لكم. هاد الوصفة طبيعية جميلية للتجاعيد، البقع السوداء، الشيخوخة، لكل شيء. دخلوا شوفوا أركان شنو، شوفوا أنا صنعت لكم أخوتي خواتاتي منه. أنا دابا كنقول لكم هذا أركان الخضر، شوفوا أخوتي دابا ها هو، ها هو. تابعوا معايا اخوتي دابا مزيان اش بغيت ندير. تمام، دابا هذا الكريم ديالنا عادي، كريم كنصيبو بيدي انا، كريم كنصوبو بيدي انا، هو ساهل معايا. هذا اللي طحنت معاكم ها هو، شاهدوا هكا هذا هو اللي طحنت راه قدامكم. انا كنقاد دابا قدامكم هاكا،
دابا خوتي ارقل هو هذا ارقل نسمي ليها هو شاهدوا معايا نخوي لكم هنا ارقان جميلي ارقان جميلي دابا حنايا غادي نزيدو هادشي اللي خلي بقى لينا هنايا فهادي هو راه انا نخوي لكم فهاد السلافه باش تشوفوا مزيان قربي المشاهدين يشوفوا البوماج ديال ارقان مزيان باش يشوفوا باش يعرفوا اشنو فيه كاين شوف اخوتي لقيتو هذا الكريم الا لقيتو هذا الكريم في شي قناه ولا لقيتوه في شي بلاصه انا معاكم انا معاكم اخوتي اخواتي المشاهدين ديالي تهلاو في راسكم هارق الله كاين خرجوا جيبوه سيروا تبارك الله للجبل الناس راه عندهم حبابهم في هذه النواحي ديال ولاد راه موجود اللهم بارك وزيد في ذلك هانتم اخوتي شوفوا دابا شوفوا دابا كيفاش داير شتيه البوماجتو قربي الناس الكاميرا شوفوا البوماج اخوتي هاهو البوماج غادي نزيد لكم واحد شويه تاع ارقان غادي نزيد لكم واحد شويه نزيد لكم مازال ارقان باقي عاوني لكم كي لافوكا باش تشوفوا هاد الكريمه اخوتي الا بغيتوه راه تنبيعو كاين عندي موجود غير هو راه ما كيطولش بدون مواد حافظه بدون مواد حافظه هذا راه زوين القماص كديرو كتحكو كيبقى عندكم ديك 15 يوم في الثلاجه هو باش يمشي بعيد حيت ما فيه مواد حافظه ما فيه والو ها نتوما الزويتينه تبارك الله ما شاء الله ها كلشي فيو كلشي طبيعي صايب انا هاد الكريم غريسيلين والدروه ديال الجمل وزبده الكاكاو دايره معكم في القناه حاطاه في القناه وزبده الكاكاو وزبده الشيا وبودر الشيا باش نصوبوا انا هاد الكريم باش نصوبوا انا هاد القماش شتي ها هو ها هو المشاهدين ديالي المشاهدات تاعي تابعوا معايا والله ما نجيب لكم انا بالله والله ما نجيب لكم الا اللي ما كاينه اللي ما عادش تلقاوها ب ب ب ب ب شاهدوا معايا خوتي خواتاتي وباقي غنصايب لكم به واحد الديكور وباقي هذا غنصايب لكم به الزيت شاهدوا معايا خوتي هذا قماج للوجه كتشدوه كتحكوه على وجهكم وكان وجه تشوفوا التجاعيد تشوفوا تبارك الله الوجه كيفاش عيولي اسميتو كيفاش عيبقى هكا كنديرو ليه مازال هكا نزيدو لكم هذا شوفوا لي كريم معروف بارقان بالقشره ديال ارقان هذه دابا راه كاين اللي ما تيعرفهاش اخواتي انا قسما بالله انا راني عرفتها قريت عليها هذا الشيء وحنا في البلاد ديالنا كنا كنديروا هذا الشيء ديال ارقان هكا كنا كنديروا ليه بكري كيديروا العيالات المراه الا ولدات لذاك الكلف اللي تيبقى اي بلاصه اخواتي خواتاتي وباقي غنصوب لكم كريم حيت كريم خصو يتطحن شاهدوا معايا مشاهدين ديالي المشاهدات تاعي الله يخليكم ليا ويطول لكم العمر ويجعل لكم فيه البركه يخلي لكم والديكم وراه اخوتي اللي دار هاد الوصفه راه الوصفه ما كايناش راه ما عادش تلقاوها في شي قناه راه ما عادش تلقاوها في شي في بيع وشراء راه ما عادش تلقاوها في شي محل ابدا هذه كنعطيكم انا العهد ما عادش تلقاوها هادي ما عاديش تلقاوها
نتوما خوتي. صعدوا معايا هاي بيني لهم الكريم شتا هاي اخوتي فات مني نخلي الفيديو خدام ها انتم اخوتي ها هي هاي شتيها قربي لهم هذا قوماج ديال ديال هذا ها هو اخوتي صوري لهم مزيان شوفوا الكريم شوفوا المسائل ديالهم شوفوا كل شيء ها انت ها انتم اخوتي اش وريت لكم داك النهار ها هي مرحبا مرحبا بكم شوفوا تبارك الله الشجيره ديال الارغان ها هي ها هي مرحبا بكم كلشي شفتوه فيكم على عينيكم كلشي هذا ارغان مصايبين حتى هو على يدينا اللي درنا حنا هنايا كلشي مقاد كلشي مصاوب كلشي الحمد لله والشكر لله اخواتاتي كنقدم لكم ما هو هذا الشيء كله من هذا هذا راه باقي عصايبو حنا تندكوه هذا فيشناه دابا باقي عادي الطحن غنخرجوا منه الزيت ديال التجميل ونخرجوا منه الزيت تاع الماكله ارغان هاو اخوتي اخواتاتي اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد جبت لكم شجيره ديال ارغان باينه جبت لكم قماج ديال ارغان يا سلام ديروا لوجهكم المناطق الحساسه المناطق الكحله البقاع السوداء التجاعيد الشيخوخه راه وحق الله العظيم الا جبت لكم بوكوس راه جبت لكم ما نقول لكمش راه يا سلام راه يا سلام وسيروا دخلوا قراو على ارغان الطبيعي الفعال اللي هو فيو دابا درت لكم انا فيو فيو كريم فيو قماج فيو كتعرفوا قماج فيو ها هو غير هو راه ما كيطولوش لكم الا بغيتوا اخوتي مرحبا بكم 06 66 36 90 69 السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا لكم مزيان وصافي انتما اخوتي درت لكم تابعوا معايا وشوفوا الفيديو الاخير اللي تابع هذا راه عاد تشوفوا الشجيره اللي كنقلع لكم منها انا ارغان راه ما تنكذبش عليكم وما تندير شي حاجه نخبي عليكم وما عاديش تلقاوه بصفه نهائيه انا هاد التعاليق قدامكم كلشي عندكم الا لقيتوا هاد القماج وباقي ندير لكم الكريم وندير لكم الزيت بهذا الخضار هاد الخير هذا تاع بلادنا خيرات بلادنا ما كاينين حتى فشي بلاد خيرات بلادنا ارغان خيرات بلادنا يا ولدي الصغار